طيب سيد باسل، حضرتك بتتحدث عن ان الولايات المتحده الامريكيه من الممكن ان تستخدم سلاح العقوبه. السيد حسن روحاني كان قد تحدث بان ايران قادره عن التخلي عن الاتفاق النووي في غضون ساعات اذا فرضت الولايات المتحده الامريكيه اي عقوبات عليها. يعني من وجهه نظرك، هل من الطبيعي ان يستمر الوضع هكذا بان تستغل ايران الملف النووي كورقه ضغط باستمرار؟ طبعا، ما هو هي دي الذريعه اللي ترامب مشي عليها. يعني باراك اوباما كان راجل سياسي، ترامب، وانا كنت متخوف وانا كنت بحلل الانتخابات بتاعتهم في يوم من الايام، انه الحزب الجمهوري دايما بيرسل الجيوش. يعني جرى العرف مثلا جورج دبليو بوش ارسل الجيوش، ومن قبله جورج بوش ارسل الجيوش. يعني فكره ارسال الجيوش خارج الولايات المتحده الامريكيه للدخول في حروب، في تحديدا في المنطقه العربيه، لضمان امن وبقاء اسرائيل. وبالتالي ترامب دلوقتي، لا، ترامب بقى محدد. ليه؟ لانه دوائر صنع القرار اختلفت. الكيان الصهيوني المؤثر في القرار الامريكي دلوقتي يخشى على نفسه، لانه استراتيجيته ماشيه، يعني استراتيجيه الاستيطان ماشيه، فيخشى على نفسه من ان يكون هناك حروب في هذه المنطقه، فبالتالي يؤثر على القرار الامريكي او الوايت هاوس تحديدا، البيت الابيض، علشان خاطر يشتغلوا عقوبات اقتصاديه وفرض مسائل سياسيه في المنطقه، خاصه على طهران. ولكن رد الفعل الايراني بفكره الغاء 5+1، لا، انا بقرا مثلا ايمانويل ماكرون بيتحدث على انه ضروره البقاء على 5+1. الالمان ما بيتكلموش في الموضوع ده، الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ما بتتكلمش في الموضوع ده، لان هم من مصلحتهم ان هم يفضلوا يشرفوا على طهران في فكره النووي اللي عندها. ولكن اذا فعلا صح معلومه ان هم بيطوروا قاذفات مع كوريا الشمالية، لا، هنا لكل، يعني لكل حدث حديث، ربما انه يكونوا مجتمعين هم الخمسة لإلغاء مثلا الاتفاق الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية. ولكن هي فكرة عقوبات اقتصادية يعني ايه؟ ما فكرة عقوبات اقتصادية، إيران كان عليها عقوبات اقتصادية وكانت مجمدة أرصدتها، دلوقتي تم فك الأرصدة، والأرصدة دلوقتي موجودة في البنوك الإيرانية وعندها اكتفاء ذاتي من السلع ومن القمح ومن السكر ومن كل حاجة، هي مش في حاجة. وبعد كده هي في تعاون كبير جدا ما بينها وبين الصين وبينها وبين روسيا، فبالتالي فرض العقوبات عليها كمان مش هيؤدي لنتيجة كبيرة جدا. فهم من مصلحتهم ان هم يبقوا على قنوات اتصال دبلوماسية ما بينهم وبين طهران، وكل ما نراه في شاشات التلفزيون ما بين روحاني وما بين ترامب هي فكرة بس استهلاك إعلامي ومشادات، زي ما كانت إسرائيل بتقول إن هي هتضرب طهران، قالت 20 مرة هتضرب طهران وما ضربتش طهران، والعكس صحيح. وبالتالي كل ده على أساس إيه؟ على أساس إن يفضلوا هم من مصلحتهم انه ايران تكبر، عشان نبقى واضحين، من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه انه ايران تكبر وتفضل مسيطره على 4 و5 و6 عواصم في المنطقه العربيه، في مقابل ان هم يفضلوا برضو يحمسوا في باقي الدول العربيه عشان يخشوا في صراع طائفي، ويخشوا في صراع طائفي ويفككوا بعض الجيوش، تفكك بعضها البعض.